مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة وفيها تتابعون. المصدر أونلاين: طلاب يمنيون في ووهان موطن تفشي فيروس كورونا، الأواجس تقتلنا 1000 مرة في اليوم. وفي صحيفة العربية الجديد تقول إن قطاع المقاولات في اليمن يغرق في الديون. وفي الأخبار المنوعة: فيسبوك يكافح فيروس كورونا بحذف المعلومات الخاطئة عنه. بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا والرعب الذي خيم على كل مناطق العالم، يقول الموقع بوست إن وزارة الصحة تعلن رفع الجاهزية لمواجهة انتشار وباء كورونا. وزير الصحة الدكتور ناصر بعوم وجه مدراء عموم القطاع الصحي في المنافذ البرية والجوية والبحرية باتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص القادمين من مناطق انتشار الوباء، وأضاف أن الوزارة وجهت المستشفيات والمراكز الصحية برفع الجاهزية القصوى والاستعداد التام لأي طارئ. وشدد الوزير على مكاتب الصحة ومدراء عموم القطاع برفع تقارير يومية إلى مركز الطوارئ بالوزارة، مطالبا منظمة الصحة العالمية باتخاذ الإجراءات اللازمة للفرق والبعثات المنظمات وبعثات المنظمات الأممية والدولية القادمين عبر مطار صنعاء. الوزير أشار أيضا إلى أن الجهات المختصة قامت بفحص أسرة مكونة من 6 أفراد في مطار عدن قادمة من مقاطعة جوانزو الصينية، واتضحت سلامتهم من أي أعراض للمرض، وتم التنسيق لوضعهم تحت الرعاية الصحية اللازمة خلال الفترة القادمة لضمان سلامتهم وخلوهم من أي أعراض للمرض. ماذا عن اليمنيين الذين يعيشون في الصين؟ موقع المصدر أونلاين يجيب عن هذا التساؤل ناقلا عن الطلاب هناك، خاصة ممن يدرسون في مدينة ووهان الصينية مركز انتشار فيروس كورونا القاتل. أحد هؤلاء الطلاب وعددهم 170 ويدعى عبد الرحمن قال: أقضي اليوم كله بين 4 جدران في غرفة السكن الجامعي الذي تحول إلى ما يشبه السجن. الطلاب الأجانب الذين كانوا إلى جواري غادروا جميعهم ولم يتبقى غير اليمنيين. يضيف: الوضع يدمرنا نفسيا مع مرور الوقت، بعضنا لا يملك قوت يومه وحكومتنا لا تعيرنا اهتماما ولا تمنحنا سوى التطمينات الفارغة. طالب آخر يقول إنه منذ أكثر من 8 أشهر لم تصل مستحقاتهم المالية ولن يستطيعوا تسلم أي حوالات مالية، فجميع المصارف والبنوك مغلقة. رئيس الاتحاد العام للطلاب اليمنيين في الصين عبد الله سيف يقول إن الطلاب اليمنيين يتعرضون لإهمال كامل، لا توجد أي رحلات مباشرة إلى اليمن، وأغلب الدول لا تقبل دخول الجواز اليمني إلا بتأشيرة واشتراطات معقدة، علاوة على أن السلطات الصينية تفرض حجرا على أغلب المناطق. كما وجه سيف رسالة طمأنة لأهالي الطلاب مؤكدا أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة اشتباه أو إصابة بين الطلاب، والجميع يحاول الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية من الجانب الصيني. الكاتب والباحث اليمني علي الذهب كتب في صحيفة العربية الجديد مقالا قال فيه إن الإمارات والقاعدة متطابقتان في اليمن، وأضاف: بضربة جوية نفذتها طائرة من دون طيار أمريكية لقي زعيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب قاسم الريمي حتفه خلال العام الأول لتدخل التحالف العربي في اليمن 2015. رتبت قيادات القوات الإماراتية في عدن عبر مجموعة دعاة سلفيين موالين لها وبمعرفة عناصر قيادية في تنظيم القاعدة كانت تسيطر على المكلا عمليات استقطاب لعناصر منه وضمهم إلى المقاومة الشعبية الجنوبية. استمر عناصر قليلون من التنظيم الذين جرى استقطابهم في تشكيلات المقاومة الجنوبية، ولكن بموجب اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، غادر بعض هؤلاء الدعاة المشهد السياسي والعسكري بعدما لعبوا أدوارا سياسية وعسكرية وفقا للأجندة الإماراتية. ملف الإرهاب الذي وضعته الإمارات موازيا لملف دعم الشرعية الذي يراوح مكانه منذ 5 سنوات لم يكن خطوة عبثية، بل وفقا لاستراتيجية مدروسة كشف عنها الانسحاب الجزئي لقواتها من الساحل الغربي لليمن نهاية 2018،
حيث أعلنت آنذاك أن مهمتها التالية مكافحة الإرهاب في اليمن، ومؤكداً أن الأمر التفاف واضح على المطالب الشعبية بالاستغناء عن مشاركتها في التحالف، ومع ذلك لا سند قانونياً يتيح لها ذلك، وهو ما يتعارض كذلك مع سيادة البلاد التي لا تزال تحكمها سلطة شرعية معترف بها دولياً، مهما كانت الظروف التي تجعلها في موقف ضعيف، ولا تزال تؤدي دورها في محاربة الإرهاب بالتعاون مع الولايات المتحدة. أخيراً، هل سقط المبرر الاحتياطي لبقاء الإمارات في اليمن بعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة؟ أم أنها ستعمل على ابتكار مبرر آخر؟ ليس من المحال عليها أن تستأجر مرة أخرى خالد باطرفي الذي استأجر عاما ليتولى إدارة المكلة باسم تنظيم القاعدة، ثم أخذت منه بطريقة هوليودية وتوارى عن المشهد، فيما كان رفاقه في التنظيم غير موافقين، وطائرات الدرون تطاردهم في جبال شبوة وفيافي حضرموت. موقع يمن مونيتور قال إن الأسواق التجارية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي شهدت جرعة سعرية كبيرة في المنتجات والسلع الأساسية وسط حملات اعتقال لحاملي العملة الجديدة. ماجد الضبيبي مالك محل لبيع المنتجات الغذائية تحدث قائلا إن الأسعار ولعت بشكل جنوني وغير متوقع، وأضاف المحلات التجارية تشهد حالة من التخبط والاضطراب بسبب رفع الأسعار من قبل المستوردين والتجار الصاعدين والمدعومين من قبل الجماعة بشكل كبير جدا. يقول عيسى علي بائع جملة إن الارتفاعات السعرية تأتي وسط حملات اعتقال ومداهمات على المراكز التجارية وعلى المواطنين في الشوارع بتهمة حيازتهم عملات ورقية من الطبعة الجديدة، فيما قالت مصادر محلية ليمن مونيتور إن وزارة التجارة الخاضعة للحوثيين استدعت العشرات من أصحاب المحلات التجارية الصغيرة للاتفاق على تحديد الأسعار قبل يوم واحد من إنزال الجماعة الجرعة السعرية الجديدة، وكانت الميليشيا منعت تداول العملة الجديدة ما تسبب في حرمان عشرات الموظفين الحكوميين من الرواتب الشهرية نتيجة توقف محلات الصرافة عن الصرف لانعدام السيولة، فضلاً عن إضراب العشرات من المحلات التجارية. عن وحدة الموقف الفلسطيني التي أفشلت خطة ترامب، كتب الدكتور سعيد الشهابي مقالاً في صحيفة القدس العربي جاء فيه: الرئيس الأمريكي يحلم كثيراً ويتطلع لأن يسجل اسمه في سجل العظماء من الرجال والزعماء، ويظن أن قراراته ستتحول إلى قوانين ملزمة للعالم، لذلك طرح مشروعه الكارثي الأخير حول القضية الفلسطينية. والواضح أن ترامب لم يتعلم من دروس التاريخ الماضي والحديث، ويعتقد أن القوة المادية والسياسية وحدها قادرة على حسم الصراعات خارج أطر العدالة ومنطق التراضي. فمشروعه يطالب الفلسطينيين بأمور عديدة لا يستطيع أحد منهم إقرارها: التخلي عن أرض فلسطين التي مضى 7 عقود على نضال أهلها من أجل تحريرها. ثانياً، الاعتراف بكيان الاحتلال دون قيد أو شرط. ثالثاً، القبول بمبدأ مقايضة الأرض مقابل المال. 50 مليار ستدفعها السعودية والإمارات بأمر أمريكي. إنها حقاً صفعة القرن، كما أطلق عليها الزعماء الفلسطينيون ومنهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي رفض هو الآخر المشروع الأمريكي وتعهد بمواجهة سياسيا ودبلوماسيا ومن خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. الرئيس الأمريكي تجاهل حقائق عديدة من بينها ما يلي: أن الشعب الفلسطيني الذي رفض الاحتلال لن يقبل به يوما. ثانيا، أن احتلال فلسطين كان جريمة تاريخية بحق الفلسطينيين تواطأ فيها الغرب بشكل مباشر. كان الأولى بالرئيس الأمريكي أن يعيد قراءة تطورات القضية خلال النصف الثاني من عمرها على الأقل، وبرغم رفض العرب والمسلمين للاتفاقات التي أبرمت سابقا بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، إلا أن العالم كان يدفع دائما باتجاه التفاوض وليس فرض الأمر الواقع. الموقف الدولي كان يهدف لتشجيع مبادرات السلام القائمة على التفاوض من دون استخدام القوة لفرض الأمر الواقع، أما ترامب فيسعى لتجاوز منطق الحوار والتفاوض ليفرض الاحتلال الإسرائيلي كواقع مدعوم بالقوة العسكرية والسياسية والاقتصادية الأمريكية، مستغلا حالة الاستسلام والخنوع التي عشعشت لدى بعض الأنظمة العربية. إنه صراع أجيال متعاقبة، وسوف يستمر عنوانا للظلامة ومصدرا للوعي، ومشروعا ليس لتحرير فلسطين فحسب، بل تحرير الأمة كلها من عقلية التبعية والتقسيم والقبول بالارتهان للأجنبي والاصطفاف مع العدو ضد الصديق.
أدت الحرب إلى تقويض مؤسسات الدولة واتساع الشرخ بين أطراف الحرب، واقع تقول صحيفة العربي الجديد إنه عطل عشرات المشاريع التنموية والاستثمارية والعقارية وجمدها، وهو ما ترتب عليه انهيار لقطاع المقاولات وإفلاس لعدد من الشركات. المقاولون دخلوا في متاهة الديون والقروض، وأودت بالعشرات منهم إلى السجون حاملين قضايا متراكمة في المحاكم من دون البت فيها حتى اليوم. ويلف قطاع المقاولات في اليمن غموض مريب، إذ ترفض الجهات المختصة الرسمية وكذا القطاع الخاص والاتحادات الأهلية ترفض فتح هذا الملف ومناقشته، ما يمنع معالجة العديد من القضايا. يقدر عدد من العاملين في القطاع أن الحرب تسببت بتعثر مشاريع تتجاوز تكلفتها عشرات مليارات دولار، تحولت إلى ديون وأعباء ثقيلة يرزح تحتها قطاع المقاولات، ما أدى لإفلاس العديد منها. يتحدث أمين عام اتحاد المقاولين اليمنيين سيف الحماسي عن تحمل المقاولين مصاريف إدارية وإيجارات وفوائد بنكية كبيرة على القروض التموينية لمشاريعهم التي كانت جارية قبل الحرب. لهذا فإن من ضمن الحلول يقترح الحماسي تقدير مبلغ مالي كتعويضات عن الأضرار لكل مقاول بحسب حجمه في السوق وتصنيفه. كورونا وبريكزيت وصفقة القرن والهشاشة، عنوان اختاره الكاتب غسان شربل لمقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط، وقال فيه: ثلاثة أحداث كبرى سرقت الأضواء، وإن بنسب متفاوتة وأحجام مختلفة. في الأسبوع المنصرم تفاقم القلق من انتشار فيروس كورونا ومغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسمياً وإعلان الرئيس دونالد ترامب صفقة القرن. فجأة وبسبب فيروس كورونا صرنا نقرأ عن فيروس يعزل الصين أو يحاصرها. في غضون أسابيع فقط اهتزت الصورة التي أنفقت الصين عقوداً في بنائها أو استحقاقها. تبدو الدول قوية مسلحة حتى الأسنان، تبدو شبيهة بالقلاع، ثم يأتي عدو غير متوقع فيكشف هشاشتها، فتضطر إلى رصد مبالغ هائلة لاحتواء الوباء وكشف أسراره والتغلب على ذيوله وتنشيط قطاعها الصحي وتحديثه وتسليحه ضد المفاجآت. حدث مثير آخر في اليوم الأول من الشهر الحالي، استيقظ الأوروبيون ليكتشفوا أن السفينة البريطانية غادرت ليلاً واختارت أن تسبح منفردة مستعيدة هويتها بلا أقنعة، باحثة عن ازدهارها من خارج تعقيدات بروكسل بعد إقامة دامت 47 عاماً تحت السقف الأوروبي. ترجمت بريطانيا رغبتها في الطلاق إلى واقع ملموس، وكما يحدث حين تخسر عائلة أحد أفرادها، تذكر الأوروبيون في يوم الطلاق حجم خسارتهم. الدولة التي قدمت استقالتها من الحلم الأوروبي هي صاحبة خامس اقتصاد في العالم وصاحبة الميزانية الدفاعية الثانية في أوروبا، وهي مركز مالي بالغ الأهمية. هذا من دون أن ننسى العضوية الدائمة في مجلس الأمن والموقع الطبيعي في نادي الكبار والخبرة الدبلوماسية المتراكمة في أنحاء عدة من العالم. حدث ثالث سرق الأضواء في منطقة الشرق الأوسط بعد انتظار طويل. أعلن الرئيس الأمريكي صفقة القرن، إنها مقاربة جيدة لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. صحيح أن تطورات كثيرة حدثت في العقدين الماضيين زادت هشاشة الموقف العربي، لكن المقاربة الجديدة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي تذكر أيضاً بهشاشة دور الشرعية الدولية وعجزها المزمن عن تنفيذ قراراتها. صحيفة الاندبندنت نشرت تقريراً لمراسلتها في طوكيو عن دور جديد لليابان في المنطقة العربية، وعنونت الصحيفة البريطانية: اليابان ترسل سفينة حربية لحماية ناقلات النفط في الخليج. وتقول الصحيفة إن سفينة تاكانامي الحربية اليابانية قد غادرت بالفعل متوجهة نحو الشرق الأوسط للعمل على حماية الملاحة وناقلات النفط في الخليج، بعد تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عقب اغتيال قاسم سليماني. ويوضح تقرير الصحيفة الذي ترجمته شبكة البي بي سي أن سفينة تحمل على متنها
نحو 200 بحار ستكون مهمتها الأولية هي جمع المعلومات الاستخباراتية من منطقة خليج عمان والمناطق المحيطة. وترى الصحيفة أن إرسال السفن الحربية إلى مناطق توتر عسكرية خارج البلاد يعد أمراً شديد الحساسية لليابان بعد فترة انسحابها من الساحة العسكرية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، والتعديلات التي أدخلت على دستور البلاد ليقتصر استخدام القوة العسكرية على الدفاع عن الأراضي اليابانية. وتقول بالرغم من أن اليابان حليف تقليدي للولايات المتحدة، إلا أن القوات اليابانية في الخليج لن تكون مشاركة في القوات التابعة للتحالف الأمريكي في الشرق الأوسط، بل تهدف فقط لحماية حرية الملاحة في الخليج. بالعودة لأخبار فيروس كورونا، تقول صحيفة الشرق الأوسط إن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعلن اعتزامه حذف كل المعلومات الخاطئة بشأن فيروس كورونا، بما في ذلك المشاركات الخاصة بالعلاجات ووسائل الوقاية المزيفة وأي محتوى يحاول ثاني الناس عن تناول الأدوية المقررة. كما قرر الموقع حذف أي هاشتاجات على موقع تبادل الصور إنستغرام وتستخدم لنشر معلومات مضللة عن تفشي الفيروس. كانغ شينغ جين رئيس قطاع الصحة في فيسبوك قال في رسالة عبر الإنترنت إنه في حين يسعى العاملون في حقل الصحة على مستوى العالم لحماية الناس من المرض، فإن فيسبوك تدعم جهودهم بعدة طرق وبخاصة من خلال الحد من انتشار المعلومات الخاطئة. وأشار فيسبوك إلى أنه إلى جانب الحد من انتشار المعلومات الخاطئة والمحتوى الضار، فإنه سيتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوفير أحدث المعلومات المفيدة عن المرض من خلال رسائل تظهر على رأس قائمة الأخبار على صفحة الموقع. صحيفة الغارديان نشرت صوراً لأحداث متنوعة من مناطق مختلفة من هذا العالم، نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذه الحلقة، نتابع. الكاريكاتير فن طوع الخطوط لتصنع رسوما تواكب أحداث العالم وتحاكي قصصا واقعية يعيشها البشر في حياتهم اليومية، نتابع جزءا من ذلك. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء.